واجتمع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد ألان بيتر كايتانو وزير خارجية جمهورية الفلبين، وذلك بحضور سعادة السيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد طلب معالي الوزير الفلبيني نقل خالص تحيات فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين إلى جلالة العاهل المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتمنيات فخامته لهم بكل صحة والسعادة. وقد أكد معالي وزير الخارجية حرص البحرين على تطوير علاقات الصداقة مع جمهورية الفلبين، منوها معاليه بدور الجالية الفلبينية في دعم مسيرة البناء والنهضة التي تشهدها البحرين. من جانبه أعرب معالي السيد ألان بيتر كايتانو عن اعتزاز جمهورية الفلبين بالعلاقات المتميزة وتقديره للرعاية الكبيرة التي تحظى بها الجالية الفلبينية بالبحرين، والتي تعكس ما تتسم به من انفتاح وتعايش وتسامح مع الجميع، مشيدا بالجهود والإنجازات الكبيرة التي حققتها البحرين في القضاء على الاتجار بالأشخاص، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.